اسمعي، لو كان باجي على الود صح يتوب علني ويرجع لربه، والفلوس الحرام يرجعها لاصحابها على داير مليم. في الحالة دي اقدر افكر كيف ربنا يخليني ارضى عليه. بسيطة، أشوف وأقول له. بقى كده؟ الله لا يا سعدي، يا ست مش انتي، يا دي انتي عملت اللي عليك يا كاملة. ايوه الولاد سافروا من ساعتين، سلامة الله يا ستي، سافروا وخلاص. المهم اعمل اللي قلت لك عليه، خلاص خلي محمود يكلمني وانا فاهمه. يا محمود خليك معايا، خليك معايا لحظة واحدة. الو يا مرحبا يا مرحبا، يا تحت امرك. ايه معايا شخصيا؟ ايوه أمر مهم، أنا تحت الأمر. حاضر حاضر، وهو كذلك. مع السلامة. ألو أيوة محمود، أيوة يا أخويا فاهم، حضرتك عاوز تعمل حاجة كبيرة، الدور الأولاني يبقى جامع كبير، والدور الثاني يبقى مستوصف، أيوه، والدور الثالث يبقى معهد ديني، زينك ده، ها؟ وهتسميها مؤسسة الصفا والمروة الخيرية، زينك ده. طيب شوف يا ولد أبويا، إحنا هندور على أرض ليه؟ ما إحنا عندنا الأرض كتيرة، أيوه، الأرض بتاعت ولاد الياس، أرض الجناين طرح النيل. ايوه دي ارض كبيره وتنفع الكل اللي احنا عايزين نعملوه. ايوه انت ابعت الرسمايه وانا من صباحيه ربنا اجيب العمال يشتغلوا. هتقول ايه مع الست كامله؟ طيب زين، يبقى انا من بكره ان شاء الله هجيب لهم مقاول. هتقول ايه الفلوس؟ الفلوس ايه يا راجل، الفلوس كتيره وكيف الرز ما يهمكش. ايوه طيب مع السلامه يا اخوي، مع الف سلامه. عايز حاجه؟ طيب مع السلامة. أخوي فتح عينيه على سكة السلامة. أمال إيه؟ أخوك ده بيجي واعر قوي. رسمية ها. زينك ده. وخد ده كمان. وإيه لازم تده كمان؟ أها. الزوم المصاريف. ما الفلوس كتيرة في الخزنة. سيب الخزنة في حالها. نسيبها في حالها كيف يعني؟ يعني ما تقبصهاش من قفاها. أخوك عنده ترتيب تاني. خلاص يا محمود، زيادة الخير خيرين. اللهم زيد وبارك. بقول لك إيه يا ست كاملة، عنديكم في مصر قلق واعر كيف هنا؟ أيوة بيقولوا الطلبة بيضربوا بعض. جيب العواقب سليمة يا رب. مالكم أنتم ومال الطلبة ومال القلق؟ إلا موضوع إيه يا كاملة اللي كنت عايزة تكلميني فيه؟ جرى ايه يا مندوها؟ مش دلوقت، مش دلوقت. يلا يا جماعة هنتأخر على الحاج يوسف، زمان هندية حضرت العشاء. عنديها حق، وهناك نبقوا نتكلموا في الموضوع اللي انا جاياكي عشانه. وناس مصر بيبلغوكي سلام واعر قوي. ناس مين دول يا ست كامل؟ اسكتي، مالك انتي؟ يلا يا جماعة، يلا يا محمود، عاوزين نلحق ونتفرج على السادات في التلفزيون. يلا قدامي.
السواد الأعظم من شعب مصر هم القاعدة الشعبية، هم نحن جميعا. نحن أبناء الشعب الذين كنا ندفع الضرائب قبل 23 يوليو ليستمتع بها هؤلاء وأبنائهم في التعليم وفي أوروبا. لا، لا عودة إلى هذا أبدا. الراجل أنور السادات دي راجل طيب وحقاني وزين وبيحب الفقرة، حتى عايز يديهم المحنة دي بتاعت العمال. عندك المنح. اسم الله عليك كيوي. وعندك حق والله يا مرات أبوي، السادات ده راجل زين صح، من زكاوته بيرتب الكلام اللي يقوله للناس عشان يشوقهم. طب هو بيقول ان الناس كل حالتها اتصلحت ما عدا الموظفين، طب ما يبص لهم هبابه. انما الافنديات دول مين يا خال؟ ما عرفهمش. تعرفيهم يا ست كامله؟ اللي عايز يسال على حاجه يسال ناني، دول بقى بتوع المعارضه. هم كانوا يحلموا بيوم من ايام السادات اللي خلى الفلوس تجري في يد اللي يسوى واللي ما يسواش. الزموا مكانكم، مصر لنا جميعا، ومصر ليست حكرا ابدا لاي مخلوق يفرض نفسه عليها، ومصر خيرها لنا جميعا ولابنائنا جميعا. ده عياله من قلبي، مدام ولدي بيحبه يبقى راجل زين. ادي اللي عمله شعبنا، وآدي المستقبل لنا ولأبنائنا. وكما قلت لكم أحمد الله أن يده سبحانه وتعالى فوق أيدينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شال حميدة، شال حميدة يا أم الغالي. نعمين يا بنتي. كاملة يا أم. هاني نعمين يا مرت الغالي. ايه رأيك افسي بسبوسة صاحب سي حسن؟ ها؟ ما فكرهوش. اني فكراه، حتى بالأمارة جه هنيه مع حسن اخوي ايام الانتخابات، الراجل الملازلز ده. تعرفيه يا مندوحة؟ ايوه فكراه. طيب تقولي ايه فيه؟ ما قولش مال ومال. اصله طلب يدك مني ومن سي حسن. ده خبر واعر قوي يا كامله. عموما يا مندوه هو سنه مش كبير قوي، يعني هو عمره قد ايه من عمر حسن اخوك؟ ولا كبير، الراجل ما يعبوش غير جابه. أنا أعرف يا ست كاملة إنه معاه فلوس كتير وبيقولوا إنه غني قوي. هو غني بعد؟ طب تدراع سي حسن اليمين ومش كده وبس، وقريب منه شوية في الغنى وطبعا متجوز. اطمني. أرمل وعنده ولدين وبيت، الولدين خدوا نصيبهم ومشيوا لكندا، والبيت كان فرحها من شهرين وعمل لها حتة دين فرح ما أقول لك إيش. ما توافقي يا بنتي وتريحي دماغك. وهو يعني عاجبك يا كاملة؟ عاجبني ولا عاجبني دي؟ طب ده أحسن وأحلى وأجدع واحد في صحابات حسن كلاته. أها، جدع وشهم وعترة وسخي، واللي معاه ما هو شلوه. يا سلام لو تريحي قلبنا وتقبليه يا مندوهة. حموت بحاسرتي على مندوها يا كامل، الحزينة حرقت شبابها الفاضي. طب ما توافقي علي خلا مندوها، ما دام راجل محترم وكان ممكن يتجوز من مصر، بس طالما فكر فيكي يبقى راجل زين وأصيل صح، وأكيد عنده بيت كبير. بيت كبير؟ قولي 20-30 عمارة هو اللي بنيهم وبيعهم، ومش كده وبس، العمارة اللي تعجبه يحجز فيها شقة بمساحتها كلها. شوفي بقى لو وافقت حيكتب لها دور بحاله
ومش كده وبس، هيكتب لها فلوس في البنك. ويا سلام يا سلام لو خلفت له عيل، تبقى ملكة الدنيا وما فيها. ها قلت ايه يا جميل؟ والله ما عارفه يا كامله، اني موضوع الجواز ده ما كانش على بالي واصل. يا مندوه اهده بطر على النعمه وبعد هالك. طيب هفكر واشوف. ايه عينك في عينيا كده. تفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا سعادة الماجي. أهلا يا حسن، تعال عايزك. تحت أمر سلامك يا هدي. لبيك لبيك، حسن أبو ضب من إيديك. اقعد بس يا أبو ضب. أيوه تفضل جناب تفضل. قالوا لي انك على علاقه وثيقه بال العرافه اللي اسمها الشيخه سعاده. اظنكم بلديات قرايب حاجه من هذا القبيل. مين الشيخه سعاده؟ اوعك تقول ما عرفهاش. عرفها عن طريق الحاج نور الدين السني ومحمد بيه ابو شناف وحسن بيه المكي. بس سيدي جلال، وسيدي جلال ما كنت اعرفها قبل كده واصل. ايوه وبقالي مده كبيره ما شفتهاش واصل. على اي حال انا محتاجها ضروري، وعايز ابعتك ليها برساله خاصه مني. رساله الشيخ سعادة؟ خير يا سعادة الباشا. قل لها اني عايز اقابلها باسرع ما يمكن. ايوه بس انا يعني كنت بشوفها بالصدفه كده في بيت الحاج نور الدين السني، كمان اللي كان بيجيبها سياده المحافظ هو اللي يعرف مكانها في اسيوط. ايوه يعني انتوا ممكن تجيبوها بالامر. لا يا حسن، لا يا ابو ضب، اللي زي دي عايزه معامله ارق من كده شويه عشان تيجي بلا شوشره. ثم اننا يا سيدي استدعيناها واتضح انها سابت شقتها في اسيوط ومسكنها لطلبه الجامعه هناك. ايوه سعاده الباشا، يعني انا عامل ايه يا سعاده الباشا؟ كده المهمه بقت صعبه. اتصرف يا ابو علي، دي مهمتك. من بكره الصبح ان شاء الله تاخد بعضك وتروح تزور اهل دايرتك اللي بقالك سنين لا شفتهم ولا شافوك، وبالطبع هم هيزودوك باخبارها. وخلي بالك يا ابو علي، وجودها امر يهمني شخصيا، يعني عايزك تجيبها لي من تحت تقطيع الارض. واضح يا ابو ضب؟ امرك يا سعاده الباشا. مع السلامه يا حسن. الله يسلمك. الله. بص يا ابو علي،
المسألة مش محتاجة كل الشرب اللي احنا شربناه ده، ولا انك تجيبنا على ملا وشي بعد نص الليل. محتاجاش كيف يا بربيش افندي، محتاجاش كيف يا دي. نورنا الله يخليك. عامل ايه؟ رأيي ان رئيس السادات ده يستحق التضحية فعلا. ده اعظم بطل مصر في التاريخ المعاصر، ومصر لسه هتعرف قيمته بس بعدين. خد كلام ثقة يا ابو علي، انور السادات ده فعلا يستحق التضحية. حتى اختي بنت امي وابوي. بقول لك يا ابو علي، اللي ما عندهاش مانع تقتلك وتخرب بيتك وتيتم عيالك ما تبقاش اختك. سيطرت عليها علي زعيم العصابه يا ابو علي. اسمع كلامي. كلامك مع الاسف معقول وافق. بعدين يا ابو علي اتخذت امر واجب النفاذ. انا لو مطرحهم هحطك في السجن بدل، لكن الناس دي عرفوا ومش عارفين، عارفين لا عارفين ان هما مش هيجرحوا شعورك، وعارفين كمان ان انت اخوها لازم. طيب انت بتقول كلام جميل، بس يعني انا ما اعرفش لغايه دلوقتي اعمل ايه. بص يا ابو علي، انت مش هتعمل اي حاجه، انت هتروح تقابلها علشان تبلغ لها الرسالة، وهم طبعا هيكونوا في كعب رجلك بس في السر. انت تمشي من هنا وهم هيتصرفوا من هنا. كلام زي مرضك يسوي يا ربنا، يسوي يا ربنا. ما تيجي نضرب حجرين كمان. راجل انت قادر تطلب طولك هدي، وصلني للسريع هدي. جلال ده سيادة، لا بقول لك ايه، ما تغلطش في أسيادك. سيدي جلال يعني مسجد سيدي جلال السيوطي. مدد. طب ورحمة ام وابويا ما اعرف الا منك دلوقتي. انا اعرف ان في سيدي جلال السيوطي، بس ما اعرفش انه صاحب جامع. خلاص بلاش غلبة، اروح اصلي وارجع. عايز مين حضرتك؟ ايه اللي عايز مين حضرتك دي؟
احنا اصحاب العمارة، اختي صاحبة البيت ده. يا مرحب يا مرحب، لكن اخت حضرتك دي تبقى مين ان شاء الله؟ انت اللي تطلع مين؟ انت هتحقق معاي؟ هتحقق مع حسن بيه ابو ضب عضو مجلس الشعب. انا في الاصل ساكن من سكان العمارة، لكن دلوقت بقوم بدور البواب مؤقتا يعني. ومين اللي عينك؟ صاحبة العمارة. يعني الشيخة سعادة هي اللي معينك؟ يا بوي ده انت نايبة مش نايب. اخرص يا انت هتعزيني معاي؟ يا سعادة البيه، الشيخة سعادة تبرعت بالعمارة كلها لجمعية، والكلام ده من شهور طويلة. انت عارف كويس ان الكلام ده مش صح. صدقني يا خال، جمعية بتأجر العمارة كلها لطلبة الجامعة المغتربين نظير أجر رمزي كمساهمة ليهم في طلب العلم، خاصة أبناء الفقراء إلى الله تعالى. قول كيف متاوى، بس أنا أطلع الدور الثالث وأدق على باب الشقة. يا سعادة البيع، العمارة كلها سكنة طلبة في حالهم، وكلهم ولاد ناس غلابة ومجتهدين في العلم، ولا شأن لهم بالسياسة. هولي كمان ملي صلح بالسياسة، أنا جاي أزور أختي اللي ده بيتها. ملامحك فعلا قريبة من ستنا الشيخة، الدم واحد، العينين، الحنك، حتى صوتك هو صوتها. المهم أنا خلاص مصدق إن حضرتك تبقى أخوها تمام. يعني ليك عارفها؟ أمال يا سعادة البيه، عارفها دي صاحبة أفضل كثيرة علينا. طب يلا الله وسع لي عشان أخش الله يرضى عليك. حتخبط من هني ليوم القيامة محدش هيفتح لك، سدين ودانهم. ليه يا أبوي يهدي بطريق قتلين قتله حاجة زي كده. طيب ما إذا كانوا كده يبقوا تبعي حبيبي، برضو محدش هيفتح لحضرتك غير بنقرتي. خلاص يلا قدامي يا أخوي، اطلع ونقر لي. اتفضل سعادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. نقر يا خال، نقر وطبل. مين على الباب؟ انا عمك مصطفى، افتح يا خالد. اهلا وسهلا. ايوه بيقول ان الشيخة سعادة تبقى اخته. ايوه اهلا وسهلا. حضرتك عضو مجلس الشعب، بشوف صورك في الجرايد باستمرار، انا عارف حضرتك كويس، بس المفاجأة صحيح ان الشيخة سعادة تطلع اختك. يا سيدي انا اللي طلعت اخوها. طب اتفضل حضرتك اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. تفضل. يا ساتر. يا مرحب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرحب. لا مؤاخذة، معلش. يا فؤاد، قوم يا فؤاد. قوم. يا حسين، قوم يا أولاد. يا أيمن. يا علي. يا كمال. ما تقوموا يا أولاد أمال. قوم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خش جو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. خش جو. أيوة أنا مو هنا. تمام. خلاص مستريحين. تمام. لا مؤاخذة، تفضل. اقبل.
اتفضل يا مرحب يا مرحب. اتفضل. لا مؤاخذة راحت علينا نومة، تعبنا جدا امبارح واول امبارح واول اول واحنا في قسم الشرطة، مصرين على اننا من الجماعات اللي بيقولوا عليها ارهابية، مع انهم عارفين ومتأكدين ان جماعتنا لا شأن ليها بالارهاب ولا بالسياسة، انما نحن اهل ذكر وعبادة وصلاح. اتبهدلنا يا عم الحج، اتبهدلنا بالتفتيش عن واحد اسمه الزامر ولا الزمار ولا معرفش اسمه ايه، ومش عايز اعرف. شوف يا اخي، حاجة غريبة، ما يجيبوكوا في حالكم، واحنا يعني نكره لما اولادنا يجددوا شباب الاسلام ويرجعوا له مجده؟ ايه ولدي، بس يعني عشان ترجعوا شباب الاسلام لازم ان يكون بناتنا يعني عدم المواطنه رجاله، كيف عمر بن الخطاب، ابو بكر الصديق، خالد بن الوليد، طارق بن زياد وغيرهم من العواميد الطخان، ودول يا ولدي عملة نادرة، الزمن ما يقدرش يولد زيهم إلا كل فين وفين. ربنا يوفق ويولي من يصلح. تشرب شاي ولو إن المطبخ يضرب يقلب من الزحمة. قول يا ولدي، أنتوا عايشين وحديكم هنا؟ معانا أختين طالبتين في الهندسة. أختين؟ كيف يعني؟ لا، ما هو واحدة منيهم زوجة زميل لينا والتانية زوجة زميل آخر، ستنا الشيخة بالمناسبة هي اللي مجوزاهم حرصا على استقرارهم ونجاحهم، عشان كده سبنا لهم القطين دول. أيوة 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 أيوة، بارك الله فيها وفيكم. طب شوف يا ولدي، بما إني أخ شقيق لأمكم الشيخة سعادة، فإذا أني خالكم. أيوة خالكم. خذ يا ولدي نمزك ده، يعني عدم المؤاخذة مبلغ بسيط يساعدكم على المعايش، وأنا إن شاء الله هسيب لكم عنواني، أي حاجة تخطر على بالكم رقبتي سدادة. نمزك يعني دلوك اقتنعت فعلا انك شقيق منا سعادة. يا سلام، نفس الروح اللي بتحب تدي، نفس الدفى. تشكرنيش يا ابني، تشكرنيش، ينفع من باب الله لعيال الله. قول لي يا ولدي، عدم المؤاخذة يعني انت من كد ايه ما شفتش الشيخة سعادة؟ يوه، من شهور طويلة، دي بينها سافرت للدولة العربية، ليها أصحاب كتير هناك. يا جايز برضك جايز، احنا ما اتصلتش بيها من مدة طويلة، أصل بيني وبينك كان حصل يعني بيني وبينها سوء تفاهم، هي كانت على حق. ايوه مشت غضبانة، أنا بعد ما فقت زعلت من نفسي، زعلت قوي قوي قوي، هي فضلت تقلان علي، بعدين قلت ما بدهاش، سبت اللي وراي وجيت عشان أشوفك. أنا حاسس بيك برضو. أنا حاسس إنها رجعت لمكانها القديم. فين؟ في الجبل طبعا. آه طبعا، لازم تكون عارف. أنا كمان دورت على هليل ما لقيتوش. وتعرف هليل كمان؟ إيه ده يا راجل، ده صاحب عمري، أنا ماليش غيره في البلد. والد حلال هليل، أنت تعرف إنه طلق الشيخ؟ أيوه عارف، وده اللي خلى قلبي يكون عليهم هم التنين. لا اطمن، هم صحيح انفصلوا لكن لسه العلاقة زي ما هي، قصدي زي ما كانت زمان، اخوات يعني. طب قول لي يا ولدي، قول لي، هو
بيعمل ايه في الجبل دلوقتي؟ هليل امير. امير؟ امير على مين بالضبط؟ علينا كلنا الجماعتين، جماعة السنة المحمدية وجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله 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 أكبر. أيوة كده هلال ابن حلال. أيوة هلال يستاهل. أيوة الله الله الله. طب قول لي يا ولدي، قول لي أشوف الشيخة سعادة ميتة. أنا حاسس إني هرتكب مغامرة حمقاء، لكن أعمل إيه؟ هطوع قلبي وأتحمل مسؤولية إني أوصلك للشيخة. ها أمري لله. طيب يا ولدي المشتاق عجلان، يلا يلا نلحق وقتنا. هلبس قميص وبنطلون جنز واجي. يا دي ده انت على كده هتبقى خواجة. وهو المطلوب إثباته. أرأيت يا ستنا إلى أي حد نحن متخلفون عن ابن تيمية؟ إذا كانوا يصفوننا بالمتطرفين أو المتشددين أو الأصوليين، فليقرأوا ابن تيمية ليعلموا أننا في الواقع لم نرق بعد لتحمل شرف وصف واحد من هذه الأوصاف. متطرفين، متشددين، أصوليين، ما تفرقش. الطمع في حب الله واجب، واللي يعشق ذات الإله صح لازم يسمع كلام الإمام. ماذا بك يا سيدتي؟ ولا شيء ولا شيء. لنؤجل الدرس إلى ما بعد. تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا أرهق سيدتي؟ فيه جرس، جرس رن جوا صدري، واحد شقي دخل هنا برجلي. جرس سيدتي لا يخيب ولا يتأخر عن مواعيده، يا ترى من ذا الذي اقتحمنا؟ لن يكون إلا فأرا غشيما دخل في مصيدة لا خروج له منها. يا خبر بفلوس، أكيد هنعرف. على مهلك حسن بيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حر ولا قشرة؟ 24 جرام في صباعي. طب ما تبيعش. أم ناولة بيه. سلم لي عليها. يوصل. يلا خاجة ذكرهم. يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شوف يا سيدي، انت عليك انك تنتظرنا هنا حوالي ساعة بالكثير، ممكن؟ اوه اوه، انت جيت في جمل يعني؟ طيب شوف لك اي واحد اركب فيها، ما تخافش، دور امان. خاف من ايه يا كبير؟ ما انت عارف ان انا قطر، ده انا بيضربوا بيا المهزل. قول يا شيخ خالد، انا طول عمري بعرف الجبل وما اعرفش ان ليه دخله من هنا. الجبل محدش يقدر يعرفه كله. بعد بالموسى احنا رايحين وين دلوق؟ على العشة اللي هناك دي. طب والعشة دي تبع مين؟ الارض دي كلها اشترتها من الشيخة سعادة وخصصتها لأعمال البر والتقوى. ما شاء الله ما شاء الله، كله بخيره. طيب يلا يا ولدي يلا
وانت اعمل اللي قلت لك عليه. ماشي كبير. يلا عم القط فين؟ الأستاذ خالد؟ السلام عليكم يا عم القط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا وسهلا، تفضلوا. ربع هنا خمسة. ربع يا سيدي ونخمس كمان بس نخلص. أعمل شاي يا أستاذ خالد؟ لا سيب داني المهمة دي واخطف رجلك لحد أمنا. أنت متأكد يا أستاذ خالد؟ أيوة متأكد. قول لها خالد بتاع كلية الهندسة والد سيوط جاي لك برسالة. رسالة؟ رسالة ايه طيب؟ لازم اعرف. قول لها اخوها حسن بيه بيبلغها انه تاب واناب ونفذ كل شروطها وجاي من مصر يطلب عفوها ويحط نفسه تحت امرها واذنها. يا ترى عندها استعداد تقابله؟ حاضر ابلغي. رايح على وينك ده؟ رايح الخص اللي هناك ده. تفضل يا قاعدة يا سيدي. هذي قاعدة. الخصة دي أشوفه من وانا عيل صغير، طول عمري أشوفه مسنكر بقفل والهريبة تخوف. بيقولوا اللي يدخل جواه يطلع شواصل. يا سلام، ده على قديه سكنها العفاريت والشياطين من زمان. طبعا اللي يجاور المطاريد يتعفرت. بيقولوا ان كان في واحدة سلوكها مش بطال والعياذ بالله، كانت بتقابل عشيقها فيه في ليلة. جوزها مشي وراها لغاية ما جات هني، سابها دخلت قفلت الباب وداها مدة لغاية ما طابت في عشيقه عشان يمسكهم متلبسين. أبو راح داخل ملقاش حد، في صلقط في ملقط مفيش حد. رجع الدار يا لويس، هو دخل السرايا الصفرة ومرته رجعت. شو عجايب، ممكن. على كل حال ممكن جدا. يا مرحبا بالشيخ علواني. اهلا بيك يا ستنا. مرحبا بيك. اتفضل يا ستنا، البازابورت بتاعك والبازابورت بتاعي جهزتهم 24 قراط. زين ولا زين، سعدية أبو دب. تأشيرة الدخول دي كان ممكن تكلفنا مشقة كبيرة، لكن بعون الله وتوفيقه تكفل الإخوان بما لهم من اتصالات بتنفيذ المطلوب مع الترحيب الشديد بنا في
ومدتها كديه تأشيرة دي؟ مفتوحة كديه؟ ومال هو احنا شوية ولا ايه يا ستينا؟ يا رب ما نحتاجها. الاحتياط واجب، اصبحنا الان في امان. اذا الاولاد وفقهم الله ونجحوا في مسعانا صرنا امراء الدنيا وسادتها، وان اخفقوا فان طريقا للنجاه سيكون مدروسا بكل دقه من هنا الى مطار القاهره. متاكد يا شيخ علواني ان ساعه الزنقه هنقدر نطلع من مصر؟